انواع بقى الكرات الخاصه بالكارن ترانسفورمر. يعني انا دلوقتي كل اللي اتكلمت عنه ثلاث انواع عشان اعرف البرايمر سايد اخباره ايه، بعد كده اتكلمت عن التحويل بتاعه في السكندري يا واحد يا خمسه. الحاجه الثالثه اللي هي انواع الكور بتاعه، الايرن كور بتاعه او القلب الحديدي بتاعه. في منه ميترنج تايب، يعني نوع كور بيتم استخدامه مع او بيتم استخدامه لما اكون عايز الكارنت ترانسفورمر ده هستخدمه في تغذيه اجهزه القياس عندي اللي هي الاميتر، باور ميتر، انرجي ميتر، وات ايفر. فهنا بيكون يا اما بغذي بيه انالوج ميتر مثلا او ديجيتال مثلا ميتر اللي هو الاي دي مثلا، او ان انا ممكن يكون عندي سي تي ويز ترانسديوسر يعني كارنت ترانسفورمر، باخد الكارنت بتاعه تمام اللي هو الواحد امبير او الخمسة امبير، ثم احولهم لسيجنال من 24 ملي امبير ببعتها للسكادا، ببعتها لاي مونيتورنج سيستم ايه عندي. ولو عندي الكارنت ترانسفورمر معهوش هو نفسه الترانسديوسر، بيكون عندي في سي تي ترانسديوسر لحاله كده، بجيب ترانسديوسر بدخل عليه الواحد امبير او بوصل عليه الطرفين بتوع التيار هنا، وبخرج من الناحيه الثانيه من نسبه 24 ملي امبير او من 0 ل 10 فولت وبوصلها عندي على السكادا سيستم وغيرها. لكن المشهور طبعا في محطات الكهرباء هم النوعين دول اللي هو الانالوج كارنت ميتر او الديجيتال كارنت ميتر. يعني الاول والاخر انت بتستخدم الميترنج كور عشان تغذي بيه الاميترات او الباور ميتر انرجي ميتر اللي هي سواء ديجيتال او سواء ايه او سواء انالوج. وفي عندي النوع الثاني اللي هو البروتكشن كور، ان بيكون القلب الحديدي مصمم عشان الكارنت ترانسفورمر ده ان شاء الله ناوي يغذي اجهزه الايه اجهزه الحمايه، سواء بتكلم على موتور، سواء بتكلم على ترانسفورمر جنريتور باسبار في وات ايفر، ايا كان المعده اللي انا عايز احميها ايه. طالما الكارنت ترانسفورمر ده هيقرا التيار عشان يغذي بيه بروتكشن ديفايس اللي على اساس قيم التيار دي هيقول والله انا عندي مشكله او ما عنديش مشكله، فهنا لازم نوع القلب الحديدي. وما تقلقوش كل الكلام ده لسه مقدمه، لسه هتكلم بقى على الانواع دي نفسها تمام. نوع القلب الحديدي بتاعي هو بروتكشن ايه، هو بروتكشن تايب او بروتكشن كور، وهتكلم حتى عن تصنيعه، ده مصنوع من ايه وده مصنوع من ايه وبيمشي الدنيا فيه ازاي. ففي عندك مثلا نوع بتلاقي ان الكارنت ترانسفورمر متوصل على مثلا اوفرلود عشان يغذي قيمه التيار بتاع اوفرلود، الاوفرلود ده هو اللي هيستخدم مثلا في الحمايه، هو اللي هيفصل عشان يقول مثلا والله كده بالنسبه لي الموتور ماشي في تيار كبير. طبعا ده بيستخدم مع المواتير اللي بتسحب تيارات عاليه، فبدل ما بوصل الاوفرلود عليه على طول بجيب كارنت ترانسفورمر يقلل لي قيم التيارات دي ثم اوصله على الاوفرلود، او ان انا باخد الكارنت ترانسفورمر اوصله على الايه على البروتكشن ديفايس بتاعي سواء كان الكتروميكانيكال ديفايس او سواء كان ديجيتال ايه او سواء كان ديجيتال ديفايس. هنا بقى دلوقتي دي الوقت اللي احنا نتكلم عليه على الايرن كور الكارنت ترانسفورمر كورز. بقى دلوقتي انا عندي من الكور اللي احنا لسه قايلين عليهم في واحد هيستخدم عشان خاطر هستخدم السي تي في المترنج تمام، وفي واحد تاني هيستخدم عشان خاطر اغذي بيه اجهزه الايه البروتكشن. يعني واحد فيهم خاص بالمترنج والتاني خاص بالايه والتاني خاص بالبروتكشن. طيب جميل قوي. الفكره هنا بكل بساطه يا باشمهندسين الامور بسيطه. انا بسالك الاول سؤال قبل ما اروح للكور، انت دلوقتي بتقول لي ان الكور ده ان حضرتك عندك ادي القلب الحديدي كده اهو تمام، وادي عندك مثلا البرايمري وادي عندك السكندري بغض النظر عن النوع. يعني مش هتكلم بقى عن ويندو تايب او حاجه معينه، بتكلم ان جنرال تمام. حلو قوي. طيب انا هقول لك حاجه بقى ايه، حاجه بسيطه جدا. دلوقتي خلينا نرجع كده بالذاكره لورا للكلام اللي خدناه في الكليه. بيقول ايه؟ بيقول ان طيب نرجع كده بالذاكره بقى لورا للكلام اللي خدناه في الكليه. الفكره كان بيجي يقول لك ايه، بيقول لك ان القلب الحديدي ده اللي احنا قلنا عليه الايرن كور هو عباره عن فيرو ماجنتيك ماتيريال، مصنع من حاجه اسمها فيرو ماجنتيك ماتيريال. الفيرو ماجنتيك ماتيريال معناه ماتيريال او ماده قابله للمغناطه تمام. طيب المواد القابله للمغناطه دي في منها كذا حاجه تمام، في منها كذا ايه، في منها كذا نوع. في مثلا يقول لك الايه السيليكون ستيل، في منها حاجه اسمها الايه النيكل ايرون، في منها كذا نوع تمام. انا مش مهم قوي دلوقتي، مش هتكلم على النوع، هقول لك مين فيهم بتاع بروتكشن مين فيهم بتاع مترنج قد ما انا عايز افهمك الفكره. الفكره في الفيرو ماجنتيك ماتيريال هي ماتيريال عباره عن بتتكون من جواها من تيني او تايني دايبولز. يعني ايه تايني دايبولز؟ يعني عباره عن مجموعه من المغناطيسيات الصغيره خالص اللي هي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف او ساوث نورث ساوث نورث وهكذا تمام.
المغناطيسات دي النيجاتيف بوزيتيف دي متوزعه هنا راندوملي يعني بشكل عشوائي، فبيكون النت فلكس بتاعها او المجال المغناطيسي المنتج منها كتوتال النت فلكس النهائي يعني بتاعي بيكون صفر. تمام؟ يعني هنا عندك النت فلكس بتاعها بيكون ايه؟ بيكون صفر. لما انا باجي ااثر عليها نتيجه مرور تيار كهربي بيمشي عندك هنا الايه؟ المجال المغناطيسي اللي هو الماجنتيك ايه؟ الماجنتيك فيلد، صح كده؟ لما بيمشي مجال مغناطيسي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ترتيب او الاينمنت يعني ترتيب للدايبولز دي بحيث انها تترتب كلها على التوازي في نفس اتجاه مين؟ في نفس اتجاه الماجنتيك فيلد عشان تنقل المجال الكهرباء او الفلكس لاينز بتاعتي من البرايمري سايد الى السكندري سايد من خلال مرورها فين؟ من خلال مرورها هنا فين؟ في الكور بتاعك. تمام؟ فدي المقصود بيها الفيروماجنتيك ماتيريال، ماده قابله للمغناطه. الماده القابله للمغناطه دي هي عباره عن تايني دايبولز او مجموعه من الدايبولز اللي هي نيجاتيف بوزيتيف دي متوزعه راندوملي بشكل عشوائي بحيث ان النت فلكس بتاعها بيكون بكام؟ بيكون بصفر. لما انا باثر عليها بمجال مغناطيسي اكسترنال ماجنتيك فيلد بتبتدي الدايبولز دي تترتب في نفس اتجاه الماجنتيك فيلد بتاعي عشان خاطر تنقل تساعد الفلكس ان هو يتنقل من البرايمري سايد للسكندري سايد، فهي بتلف معاه او بتترتب معاه في نفس ايه؟ في نفس اتجاه الايه؟ الدايبولز او بنفس اتجاه سوري الماجنتيك فيلد ايه؟ الماجنتيك فيلد بتاعي. انا بقى هنا هلعب على نوع الفيروماجنتيك ماتيريال دي بحيث انها تتالف او تكون مناسبه للميترنج كور او البروتكشن ايه؟ او البروتكشن كور. طيب قبل ما ابتدي اصنع الماتيريال او كده انا عايز اصنع حاجه مناسبه للميترنج او البروتكشن، اسال نفسي هو انت في الميترنج ده عايز ايه؟ قلت له انا عايز اقيس تيار. طب وفي البروتكشن انت عايز ايه؟ برضو عايز اقيس تيار. الله، طب ما ايه الفرق؟ الفرق ان في الميترنج انا عايز اقيس التيار لما يكون بالنسبه لي التيار عندي لايت لود، يعني يكون تيار خفيف، او يكون تيار مودريت، تيار متوسط، او يكون عندي التيار ده هو عباره عن فول لود، او يكون عندي التيار بتاعي اوفر لودد. يعني ايه اوفر لود؟ بسيط كده، يعني 120% 150% من الايه؟ من الفول لود بتاعي. تمام؟ طيب البروتكشن ده، طب ده الميترنج عشان انا هقرا بيه تيار سواء كان تيار قليل تيار متوسط فول لود او اوفر لود. ليه؟ عشان في الاخير انا عايز احسب قيمه انرجي، عايز احسب قيمه باور، عايز اجيب فلوس، عايز احسب فواتير كهرباء، صح ولا انا غلطان؟ ده الفكره بالنسبه للميترنج. انما البروتكشن بالنسبه لي انا هنا عايز اقيس برضو التيارات، بس هل لو قريت التيار لايت لود او مودريت لود او فول لود يفرق معايا في حاجه؟ لا، انا كبروتكشن يفرق معايا قوي ان انا اقيس التيارات، وخصوصا التيارات اللي موجوده في لحظه مين؟ لحظه الفولت، لحظه الايه؟ لحظه الاعطال. تمام؟ طيب يعني ايه التيار في لحظه الفولت كونديشن؟ يعني هنا التيار بيوصل لمالتيبلز، يعني عدد مرات من الايه؟ من الاي فول لود بتاعي. تمام؟ يوصل لعدد مرات، عدد المرات دي اكيد بقى 10 15 20 25 30 مره من تيار الايه؟ من تيار الفول لود. يبقى انا كده هركز تفكيري وتركيزي كله ان انا اختار فيروماجنتيك ماتيريال مناسبه.